تعالوا بقى نروح للخبر الأساسي اللي قلت لحضراتكم عليه اللي بتدور حوله حلقتنا النهاردة، وهو العيد الرابع عشر لافتتاح المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي اللي بدأت أعمال إنشاؤه من قبلها كمان بثمان سنين، يعني من سنة 2000 بدأت الأعمال الإنشائية. المركز يعد من أهم المشروعات اللي أسستها الكنيسة القبطية كنافذة تطل على العالم بهدف الجمع بين التراث القبطي الغني احتفاء بالماضي وحفاظا عليه واستعداد للمستقبل، مع ترسيخ الشعور بالهوية المصرية بالانتماء وإعلاء القيم وإيجاد قنوات تواصل شفافة بين المجتمعات المتعددة جوه مصر وأيضا خارج مصر ثقافيا وحضاريا. أستاذ أمجد سيف مدير المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي في ألمانيا، مساء الخير. مساء النور، ازيك يا أستاذ إيهاب؟ ازيك يا أستاذ أمجد، وحشتنا. أنت كمان صدقني. ازيك حبيبي. يعني عايزينك تكلمنا سريعا عن أنشطة المركز الثقافي القبطي في ألمانيا، وهي بقالها قد إيه وقدرت تحقق إيه من الأهداف الكتير الحلوة اللي أنا كنت لسه بقولها دلوقتي دي. اسمح لي اولا ان انا هنأ نيافة الحفر الجيل انبا ارمية بالعيد 26 لنيافته، لصيامة نيافته قصا في يد مثلث الرحمات البابا شنودة، و 14 سنة خدمة في المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي في القاهرة، وسبع سنين خدمة في المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي بالمانيا. بنفس التاريخ برضو ده عيد المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي في المانيا 2015. قول لي بقى حضرتك، يعني لو تكلمني عن الأنشطة باعتبارك مدير قناة ميسات في ألمانيا، الأنشطة اللي قدمها المركز والقناة في المجتمع الألماني إيه لغاية دلوقتي؟ المركز طبعا دوره الأول خدمي، يعني دورنا بيكون دايما في خدمة المهاجرين المصريين في ألمانيا الجدد. طبعا دي بتكون تقريبا المحطة الأولانية ليهم، بنكون دايما في استقبالهم، بنكون دايما في تقديم الرعاية ليهم، النصايح إذا كان في أي مشاكل قانونية بتقابلهم أو أي شيء يخطر على بالك في الخدمة العامة ليهم. هل ده بالنسبة ده بالنسبة للخدمة نوع من يعني حاجة من الخدمات، وبصراحة في خدمات كتير. تمام. دي أهم خدمة فيهم. أما بالنسبة للميسات فإحنا نعتبر اللي بنوصل صوتهم صوت وصورة في أي إيفنت، سواء من الأقباط، من المصريين، من المسؤولين، من رجال الكهنوت، دايما بنكون في المقدمة عن طريق قناة ميسات. طيب قول لي يا أستاذ أمجد، المركز كان ليه دور كبير، ويمكن إحنا استضافنا بعض الناس عن طريقكم برضو من اللي كانوا هربانين من الجحيم بتاع الحرب الأوكرانية، فيعني ادينا فكرة ولو مبسطة. انتوا الحقيقة بتشتغلوا كمان يعني عايز اقول يعني على قد ما تقدروا بايديكوا واسنانكوا، لانه يعني احنا جينا وشفنا قد كده الحجم، الخدمة اكبر كمان بكتير من اللي بيأهلها ربما ظروف البلد، ربما الامكانيات، ربما اللوجيستكس. بالتأكيد. بص يعني هو الخدمة يمكن الواحد ما يعرفش يتكلم عنها لان بتبقى خدمة يعني ما تتقالش كتير او ما نتكلمش فيها كتير، لكن نشكر ربنا الحمد لله ان احنا ناجحين ونجحنا في كل الناس اللي لجأت لينا، سواء اللي عندهم مشاكل او اللي طلبوا خدمات، حاولنا على قدر الامكان ان احنا نحل مشاكلهم. طبعا في منهم ناس دلوقتي معاهم الجنسيات، وفي ناس معاهم الاقامات، و في ناس كمان قاعدة معانا، وفي ناس بقت معانا بتخدم معانا. يعني كسبنا ناس، يمكن على سبيل المثال حضرتك شفت لما جيت كان دكتور مينا اللي جه من أوكرانيا، الراجل بقى بيخدم معانا وبقى واحد مننا. والحقيقة كمان شفت النقلة، بما انك اتكلمت على دكتور مينا، شفت النقلة ما بين احساسه والهلع بعد المشي مسافة طويلة، وإحساسه إنه رايح بلد ما يعرفش فيها حد، والناس اللي كانت بتوصلهم واللي بيديهم أكل واللي بيديهم فلوس عشان يركبوا بس للمحطة اللي بعد كده على مدار كذا بلد،
وشفت بقى الارتياح واوضاع استقرت ومتابعه احلامه بقى يعادل شهادته ويشتغل ويروح فين. فالحقيقه ربنا يبارككم، بتقدموا خدمه رائعه. استاذ امجد اخيرا كل سنه وانت طيب، وحب يعني لو عندك امنيه للعاملين في المركز وفي القناه احب اسمعها منك. انا بصراحه بهني كل زملائنا وعلى صوت طبعا نيافه الحضرة كريم انبا 100، وبتمنى لهم كل خير وكل تقدم دايما في المقدمه، دايما ميساك بتبقى في المقدمه، وكل المركز الثقافي سواء في مصر او في المانيا او في امريكا بجد يعني دايما في نشاط ودايما في حركه ودايما بيجتهدوا، ربنا يبارك خدمتهم. يعني بشكرك جدا يا استاذ امجد، ومش هنسى الايام الجميله اللي قضيتها معاكم في تغطيتنا لمؤتمر شباب اوروبا اللي كان سيدنا البابا كمان قبلها كان بيدشن كنايس وكان في اكتر من زياره، ودايما الحقيقه من ضمن اهداف القناه اللي وضعت في الاول خالص هي المتابعه والتغطيه الخاصه بكل الاحداث اللي تخص الاقباط والوطن وكمان بره مصر، يعني دي برضو حاجه مميزه لقناه ميسات الحقيقه. بشكرك جدا ودايما نكون موجودين في كل ايفنت وفي كل حدث علشان كل المشاهدين في قناه ميسات يكونوا دايما متابعين كل صغيره وكبيره ومفيش اي حاجه بتفوتهم. بشكرك جدا جدا امجد سيف مدير قناه ميسات ومدير المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي في المانيا، شكرا جزيلا. الحقيقه يعني يمكن الزياره اللي اتشرفت باني اغطي فيها أنشطة مؤتمر شباب أوروبا في النمسا كانت الحقيقة ورتني قد إيه العمل ضخم والحصاد كثير، زي ما الكتاب بيعلمنا اطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده، الحصاد كثير والفعلة قليلون. والحقيقة أنه يمكن أنا كان دوري الأساسي بيبقى قدام الكاميرا لما الكاميرا تدور، لكن كلنا كنا بنقعد وبنفكر طب أفضل حاجة للجو إيه؟ طب أفضل حاجة داخلي ولا خارجي؟ طب نجيب الأب الأسقف هنا؟ طب الشباب هنستضيفهم إزاي بأعداد كبيرة؟ إزاي نجيب أكبر عدد من جالياتنا من الشباب موجودين في أوروبا كلها؟ والحقيقة تشرفنا بأننا جبنا شباب من إيطاليا ومن أسبانيا ومن ألمانيا ومن النمسا ومن كله يعني الحقيقة كانت حاجة مشرفة جدا جداً.